هذه حرة قديمة وتجددت في عام 654، وهذه إحدى علامات أشراط الساعة اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. هل إننا نخرجكم أفضل ما يمكن. ملاحظة هامة، لما ظنوا أهل المدينة أنه يوم القيامة هذا المنظر، أنه نائب المدينة يعني أعتق كل من عنده من العبيد. والله مخيف. والله مخيف. والله مخيف. والله لو واحد طاح فيه كيف يخرج؟ الله يحمينا. ما سبحان الله. إذا إنسان عنده يعني في بعض الناس ما شاء الله حب عبادة التفكر، هذه رحلة جيولوجية جميلة في عبادة جداً. التفكر يعني تتخيل إنه أهل المدينة ظنوا إنه يوم القيامة خلاص قامت عليهم. أنت متخيل إنه نار هنا على شرق المدينة بمساحات بالكيلومترات براكين أعداد بالعشرات تضيء لها أعناق الإبل ببصرة؟ هذا سهل؟ ما هو سهل ترى. الحين منا أنت والمشاهدين. يا سلام. هندخل من جهة نخرج من جهة، أخاديد كده. سبحان الله. بس طبعا هذه في الصيف ما ننصح فيها أبدا. شوف زي هذا، شوف كيف التجويفات، تدخل من هنا تخرج من جهة ثانية. وليش؟ بس ليش ما ننصح فيها في الصيف؟ أيوه. في الصيف تبدأ الدواب خلاص، تخرج الثعابين والحياية العقارب. هذه نقطة مهمة أيوه. جدا. الأمور هذه الزواحف هذه كلها خطيرة، هذه كلها تكون في الصيف. زي دحين طبعا في أجواء شتوية كده طيب إنك تجي هنا، أما في الصيف في عز الصيف مستحيل. وبعدين هذه تخاف إن يكون فيها ممكن يعني سباع أو كذا، لأن هي مأوى زي المأوى تسير. ما شاء الله. دحين يبدأ الأكشن. كهوف. أيوه. شوف هنا يبدأ معانا الأكشن. يعني انت دحين تدخل من هنا من الفو هدية تخرج من الجهة الثانية. تمام؟ بس نقول كمان دعاء المكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه المنطقة كلها بهذا الشكل. شوف كله تجويف. هذا خلاص لما برد بردة اللابة سبحان الله كأنها صارت ايوه تجوفت. وهذه اللي يقولوا لها برادة البركان. هذه برادة البركان سبحان الله. هيا شوف انا بادخل من هنا. تمام؟ تدخل فين؟ من هنا. يا سلام. وانت امشي معايا هطلع لك من الجهة الثانية، وبعدين هطلع لك من هنا. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان. نحن الان وصلنا في النقطة الثانية مع ابو حمزة، حيدخل من هذه الفوة وحيخرج من هناك يا اخوان. شيء جميل جدا، شيء صراحة اول مرة اشوفه في المدينة المنورة. خليكم معي. امشي معايا. يا سلام. يلا اشوفكم على خير. اشوفكم في اللقاء الثاني بسم الله. طبعا هذه كبيره لكن بعضها تكون صغيره، فتنتبه راسك ويدك. ابو حمزه ماشي. نحن ما شاء الله بنشوف الان نحن داخل الفوهه صحيح؟ يعني مو داخل الفوهه، داخل الفوهه يعني احنا في زي ما تقول يسموها خنادق ولا يسموها انابيب. أنابيب كانت موجودة. خلاص هذه أنابيب، هذه كلها بركان. يعني داخل هذه الأنبوب كان اللي هو أنت في وسط البركان ده، يعني في وسط اللابة يعني. في وسط اللابة. ليس في وسط الفوة البركانية. طبعا من الأشياء الجميلة لا إله إلا الله في مجسمات، حنوريكم خيل، حنوريكم كأنه جاموس والأسد. الأسد في عرينه. هذا سبحان الله طبعا تجويف رباني يعني. بسم الله. كأنه أسد. هذا كأنه أسد. لو ترجع ورا كمان الله ترجع من ورا تشوف أسد. يا أبو حمزة يعني جوة الفواهات شيء أشكال عجيبة جدا. لذلك عبادة التفكر في كل شيء، في كل شيء خلقه الله عز وجل. لكن في بعض الأشياء طول ما أنت ماشي تستعجب تقول سبحان الخالق لا إله إلا الله. وبحمدي سبحان الله وبحمدي سبحان